حكم محل الخبز. كم سنه حق زكريا؟ انا عندي 42 سنه. تمام. ومعي 3 عيال والحمد لله ربنا على كده. ربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب. كل اللي بيتمناه من الله طلع لنا رخصه بس وما كان نقعد نغبز فيه. بالكم قدمت بتغبزوا اصلا؟ بقى لنا زمان. بقى لكم سنين. سنين. بتغبزوا بقى للناس. ايوه الناس بنستنى الناس تزرزع مننا. رايح مكيف. انا واحد يقعد بعشرات بخمسه. هذا اللي مقعد كيسه. احنا ربنا بيرزقنا بيه. بيبيعوا مثلا كيس بكام بقى ولا ال كيس ب 45. في كام رغيف بقى؟ 50 رغيف. تمام. الفورمه ما تنتهاش. لكن في حد مثلا بيجيب لكم دقيق وتغبزوا له على حسابه. واحد بيجيب لنا 10 كيلو 5 كيلو. ربنا بيرزقنا بيه ربنا بيرزقنا الحمد لله. بقيت معروفين في المنطقه هنا يعني. بقيت معروفين في هنا في المنطقه. عايز اقول لك وقع عليك. ايوه احنا عايز اعرف ايش عشان المنع. لا اوعى هتنزل. طب انت نفسك فيها ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي في الساتر من عند الله وان المكان يسترنا بس. تمام. بس دي الله نسمع عائشة عبد الفتاح من محلك كبير. كم سنة يا حاج عائشة؟ 55 سنة. بقالك قد ايه بتغوزي هنا في العيش؟ بقالي 20 سنة كان عليا. انتوا مش هنا بقى سنة كنت بخبز بره يعني بس بقالي 10 سنين بقى قاعدة مع الكحت دي بخبز معاها. انت اصلا من منطقة من هنا؟ احنا هنا من منطقة من شارعنا. كنت بخبز بره للناس يعني وكده فمنه كبرت بقى ما عرفتش بقدر الف بقى وكده قعدت مع الست دي. عندك اولاد يا حاجة؟ معايا فيش عدوة خمسة. ربنا يبارك فيهم يا رب. يعني الشغلانه دي مربحه فيها اكل عيش يعني ولا؟ ايوه رضا ما احنا على قد جهدنا بقى. ما احنا بنشتغل ونتعب وربنا يرزقنا بقرش حلال مش احسن من نعمل حاجه تطلب ربنا. احنا حمدنا ربنا وشاكرينه. ربنا يديك الصحه يا رب. حمدنا اكتر من مش اكتر من كده. طالبين بس حته لمنا مكان حته مكان حلو وناس يكونوا ولاد حلال يدوا يساعدونا يدخلنا مكان. يقومونا من هنا ويشيلوا اسماء محمد المحلات كبيره برضه. بالك قد ايه حاجه اسمها هنا؟ بقالي زمان بشتغل هنا برضه عند واحده وجينا هنا برضه. خدتني على كل مكان بس يعني. انتوا كنتوا عاملين مكان هنا الاول اصلا؟ كنا عاملين ساك كده محوطينها بساك بس المرافق ده كسرت بس المرافق بتبهدل. الحته دي بتاع مين بقى؟ مش بتاع حد الحته دي؟ لا لا ده شارع. شارع ده دي شارع. انا بكسبها بس لو عملت لنا حاجه انا بكسبها. عندك كام عندك اولاد قد ايه يا حاج؟ عندي 3 اولاد صغيرين. وجوزك مش موجود؟ لا مش معايا يعني. هو موجود بس ما يعني ما بيدنيش كده وانا بشتغل بس. بتشتغل بتغبزي بس مش كده بس. يعني ما فيش حاجه ثانيه غير بتغبزي بس وخلاص. بتتجمعوا كل قد ايه بقى ولا كل يوم ولا؟ كل يوم كل يوم اخر النهار يوم. هي معاده بس هي بتطلع بالاناني الصبح واخر النهار تيجي تغبز بقى فاحنا بنيجي معاها نغبز. بتتجمعوا بعضكم يعني بتتجمعوا وتغبزوا. بتبداوا من بعد العصر لحد الساعه كام بقى؟ والله بقى تبع تزهر ربنا الساعة 1 الساعة 4 الفجر برضه. ساعات بنقعد الصبح النهار بيطلع علينا واحنا شغالين. يعني تبع تزهر ربنا. هويدا رمضان المصري. بالك بقى يا حاجة هويدا بالك قد ايه في ال انا بقى لي 20 سنة شغالة في الشغل ده 10 سنين. في العيش؟ في العيش. ليكي شغلانة تانية غيرها؟ لا الأنابيب بقى بطلع الصبح أجيب أنابيب وكده طب ايه المشاكل اللي بتتعرضي لها مثلا وانت واقفه قدام الفرن مثلا بتاع التعب؟ بتعالج من المخرفه صدرك تعب؟ تعبت لان النار ديت يعني بتتعب بنطلع في الهواء زي ما انت شايف كده فبنتعب. فاني بتعالج من الصدر ده من زمان. ولادك قد ايه يا ام؟ عندي عيله عندها 17 سنه وعندي عيل عنده 10 سنين وعندي عيل 16 سنه وعيله عندها 5 سنين. اربع اولاد يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب. طب انت بقى بتبدا يعني اتعرفت عليهم الجماعه اللي معاكم دول؟ جيران. وجمعتوا بعضكم وانت فكرتوا مين صاحب الفكره انت تغبزوا في الشارع وكده؟ مين صاحب الفكره دي؟ او في اول ما بدات الفكره بقى كانت كويسه معاك الفكره اول ما بدات بيها ولا كانت؟ انا كنت شغاله مع واحده وبعدين كانت بتاكل شقايه فبعدين سبتها. جيت قعدت كنت بشوي ذره وبعدين قلت اغبي شويه عيش كده لقيت الناس بتاخد مني فخدت على كده وبقيت ذره ابيع عيش ابيع انابيب ابيع اي حاجه تجيبي تجيبي. وانا اصلا كده متلطمه طول عمري. والدي طبعا راجل اجزائي برضه وكنت بطلع معاه انابيب وانا عندي 6 سنين. ولما اتجوزت بقى اشتغلت برضه لان يعني جوزي اجزائي برضه. بيساعد جوزك يعني؟
انا دلوقتي عند فانا جوزي ارزاقي بيركب عربيه كاروس فمفيش شغل للكارو بقى فانا بنشتغل دلوقتي على الانابيب بطلع بالانابيب اجي اجيب العجين طب بتبدأ بقى بعد العصر على طول مباشره بعد العصر انا بجيب الانابيب الصبح وبسرح فيها حبايبي برضه الجايين يا دوبك على قد زمان ولكن العيش بقى بتبدأ بعد بعد العصر بعد العصر بتبدأ لحد الساعه كام بقى يعني الساعه من اول بعد العصر لحد الساعه 1 الساعه 2 قاعدين بقالك زباين في المنطقه هنا في العيش وبتاع ها بقالك زباين هنا عشان لما بيجي ياخدوا عيش بيجوا ياخدوا منك لكن الحمد لله لكن وبرده بتعملي عيش بالعموله للناس لو اجيب لك دي وتعملي له عندي 5 كيلو دي بعملهم لهم وبكبسهم اللي عايز كده ماشي اللي عايز كده تمام طب انت نفسك في ايه طيب؟ انا نفسي في المكان دوت عشان الناس دي بتاكل عيش معايا وطبعا انا طبعا ما عدتش بقدر اطلع فوق طبعا من الاول بطلع السابع والثامن دلوقتي ما اقدرش اطلع غير الثالث ماشي ما عدتش بقدر اللي هو العالي بقى قوي ما اطلع مش عارف يعني انا كبير الثالث اولادك بيدرسهم ولا لا انا طلعتهم من المدرسه عشان بنتي بتساعدني اللي هي ايه بتعجل لي مثلا على ما بروح مثلا انا بواجي بتعجل وتوضب اشيل حاجه واجيبها على وجماعه بييجوا عارفين معاكم انا بس عايزه مكان اللي الحكومه كل شويه بتقومه طبعا احنا قاعدين في شارع عمومي وفي شارع اعمل ايه هو ده اكل عيش ولا معاش ولا اي حاجه جوز راجل ارزاق اعمل ايه عايزه بس مكان مش عايزه اكتر من كده لكن انا هفضل اشتغل لحد اخر الفاضل ربنا يديك الصحه يا رب